بضيوفك وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا عقب انتهاء مباراة فريق طلائع الجيش وفريق وليتا ديتشا الأثيوبي بفوز فريق طلائع الجيش في مباراة يمكن كانت سهلة جدا في مجموع الأشواط نتيجة 3-0. بالشكل ده طبعا فريق طلائع الجيش يوصل لدور الثمانية بشكل رسمي وهيكون لسه ناقص له مباراة غدا. لكن معايا طبعا في هذه اللحظات اللاعب طبعا رشاد شبل لاعب فريق طلائع الجيش، برحب بيك وببارك لك على الفوز النهاردة. وأعتقد المباراة كانت سهلة شوية. طبعا كانت مباراة سهلة الحمد لله، دي المباراة خلتنا نبقى ضامنين نصعد لدور الثمانية، وإن شاء الله في مباراة مهمة جدا مع فرقة من كينيا دي اللي هتحدد منها أول وتاني المجموعة، وإحنا إن شاء الله عاوزين نبقى أول مجموعة بإذن الله علشان تتجنبوا الأهلي؟ لا مش عشان تتجنب، طبعا اللي بيفكر في بطولة مش بيفرق مع أي فرقة، بس إحنا بناخد ماتش بماتشه، يعني اللي داخل البطولة تكسب كل ماتش أيا كان. وطبعا كل فرقة بيبقى لها تنظيمها ولها احتياجاتها ولها طلعاتها إن شاء الله، وربنا يسهل بإذن الله إن شاء الله في الفترة دي. المباريات اللي سهلة زي دي من خلالها بتقدروا تقيموا المستوى الحقيقي بالنسبة لكم؟ يعني من خلالها بيبقى الموضوع بالنسبة لكم إيجابي ولا سلبي؟ المباريات السهلة ديت بتبقى موضوع إيجابي علشان إحنا بنشوف مثلا بنريح اللعيبة اللي موجودة، عشان أنت عارف إن إحنا بنلعب خمس ماتشات، والخمس ماتشات مش هينفع تلعب اللعيبة الأساسية خمس ماتشات ورا بعض، وعدد الماتشات في البطولة كتير. جاي إحنا لو فضلنا كده هيبقى في حالة إجهاد للعيب، جاي إحنا بيبقى فيها أول حاجة التركيز كويس، عشان أنت عارف الفرق الأفريقية فرق مش منظمة ولا شفتها قبل كده، يعني زي عشوائية بتبقى صعبة بالنسبة للفرق المنظمة. جاي احنا بنحاول في الفتره الماتشات السهله دي نريح في اللعيبه الاساسيه علشان يكونوا جاهزين في الادوار اللي جايه ان شاء الله باذن الله. توفيق ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا. لسه مستمرين معاك يا كابتن هيثم، معايا في هذه اللحظات كابتن حسام شعراوي المدرب المساعد لفريق طلائع الجيش. كابتن حسام برحب بيك في البدايه وببارك لك على الفوز الكبير والسهل النهارده على فريق وليتا ديتشا. الله يبارك فيك، والحمد لله يعني ربنا وفقنا النهارده بالماتش، كان سهل عشان نستعد الماتش بكره على اول ثاني المجموعه، وربنا يكرمنا كده الماتش يعني لحد ما يبقى فيه فولي شويه عن الماتشات اللي قبل كده، بس احنا جاهزين يعني والحمد لله. اللعيبه الاساسيه بتاعتنا النهارده كانت مريحه ولعبنا يعني مش هنقول الاحتياطي بالصف الثاني شويه. خلاص انتوا صعدتوا دور الثمانيه، شايف شكل المنافسه ازاي خلال الفتره الجايه والادوار المقبله، خصوصا خلاص يعني الفرق كلها اصبحت واضح مين اللي وصل لدور الثمانيه، منافسه اكيد هتبقى اقوى من الادوار الاولى طبعا في هذه البطوله. طبعا هو في دوري المجموعات بتبقى الفرق ضعيفه جدا، المستوى فيه بيبقى الى حد ما هزيل، بس من اول دور الثمانيه الفرق بيبقى عندها فولي بيلعبوا كويس، بيبقى فيه تركيز اكتر من كده شويه، بنبدا نعمل محاضرات بتاعتنا مكثفه شويه عن الفرق اللي بتبقى كلها موجوده في دور الثمانيه، بنصور كل الفرق الموجوده اللي احنا متوقعين ان هي توصل دور الثمانيه، الحمد لله قدرنا نصور كل الماتشات بتاعتها. التحليل عندنا بيقوموا بشغل جبار ان هم يحللوا الفرق كلها عشان نعرف بس اذا كان اي فرقه تبقى جايه لنا يبقى عندنا ليها داتا ان احنا جاهزين لها. من اول دور الثمانيه ان شاء الله الفرق هيبقى مستواها عالي شويه. حللتوا اداء فريق النادي الاهلي ولا لا؟ اكيد طبعا النادي الاهلي طبعا حللنا اداؤه في البطوله ديت بس بسالك السؤال ده عشان المتوقع او الناس كلها متوقعه ان المباراه النهائيه ممكن ما تبقى ما بين فرقتين زي الاهلي وفريق طلائع الجيش، الفريق مرشح بشكل قوي. يعني انا مش هخبي عليك، يعني احنا اكيد حافظين الاهلي بالظبط هم بيعملوا ايه، اللعيبه بتاعتهم خصائصها ايه، بيعملوا كل اللعيبه بتاعهم هم اكيد برضو حافظينها من كتر ما احنا بنلعب معاهم وهم بيلعبوا معانا، فاحنا ان شاء الله يعني عايزين نقول لهم احنا عاملين لكم كمين في النهائي ان شاء الله. اكيد نتمنى لكم التوفيق وان انتم توصلوا النهائي، لكن اكيد نتمنى ان شاء الله الاهلي هو اللي يكسب. لا ان شاء الله الجيش هو اللي يكسب، احنا كلنا بنشجع مصر يعني. المهم طبعا الفرق الاربع فرق المصريين ان شاء الله يوصلوا الدور قبل النهائي، ده هيبقى شيء مميز جدا وهيبين اكيد القدرات الفنيه والفرق طبعا المصريه في البطوله الافريقيه، وده شيء اكيد مهم جدا. طبعا احنا نفسنا كل الفرق اللي بيوصلوا الدور الاربع يبقوا مصريين، بس برده مش عايزين ننسى فرقه السواحل الليبي، فرقه كويسه جدا، واهلي بنغازي فرقه كويسه جدا، يعني دول لازم نعمل حسابهم وصورنا كل ماتشاتهم برده الفرقتين بتوع ليبيا دول. بس انا اتوقع برضو ان احنا ممكن نقابل قبل النهائي فرقه السويحلي، فرقه منظمه، فرقه فيها لعيبه اربعه كويس، فيها لعيب اوبزيت كويس جدا، فيعني انا اتمنى ان هي ما تبقاش في طريقنا برضو، يبقى فرقه من الفرق المصريه ونبقى كلنا من دور الاربعه فرق من مصر. اشكرك وتوفيق ان شاء الله يا كابتن. لسه مستمرين معاك يا كابتن هيثم، ومعايا في هذه اللحظات ايضا احد نجوم فريق طلائع الجيش هو اللاعب محمد الحسيني، ويمكن قدم مباراه اكثر من رائعه النهارده. محمد طبعا ببارك لك على الفوز النهارده وببارك لك على ادائك كمان، عملت مباراه كبيره جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يبارك فيك. الحمد لله احنا الفتره اللي فاتت بعد انتهاء الدوري كنا مركزين جدا في ان احنا بعد خسارتنا في الدوري السنه دي ان احنا ان شاء الله باذن الله لازم نجهز كويس جدا عشان خطوة افريقيا،
والحمد لله عملنا معسكر هايل، وان شاء الله باذن الله نبقى نكون على حسن ظن الناس فينا ان شاء الله باذن الله في بطوله افريقيا. محمد، شايف شكل المنافسه ازاي في البطوله، خصوصا في ظل تواجد اربع فرق مصريه، تواجد بعض الفرق الليبيه المميزه سواء السويحلي او اهلي بني غازم، في فريق ايضا من الجزائر، شايف المنافسه ازاي، وخصوصا لما بيبقى في فرق من شمال افريقيا بيبقى المنافسه اقوى بشكل اكبر؟ اكيد طبعا، هو الفولي عامه في قاره افريقيا بتميز في شمال افريقيا، يعني تونس، الجزائر، ليبيا، مصر، هي دي طبعا الفرق المسيطرة على الكرة الطائرة هنا في قارة أفريقيا. وإن شاء الله بداية من دور الثمانية بإذن الله، لا يعني مستوى الماتشات هيختلف تماما عن ماتشات المجموعة، لأن زي ما حضرتك قلت كده الأهلي بقى أهلي بني غازي والسواحل الليبي فرق كويسة جدا وعلى مستوى كويس قوي، معاهم محترفين على مستوى كويس. طبعا الفرق المصرية يعني في غنى عن التعريف، من أربع الفرق الأوائل الموسم اللي فات، لا يعني بداية من دور الثمانية إن شاء الله لا مستوى الماتشات يختلف تماما ويبقى في مستوى عالي جدا الماتشات بإذن الله. من وجهة نظرك شايف أسباب تراجع الفرق الكاميرونية إيه، خصوصا إن الكاميرون معروفة في الكرة الطائرة إن هم عندهم قدرات كبيرة جدا وعندهم إنجازات كبيرة جدا حققوها في البطولات الأفريقية للكرة الطائرة. السنة دي شايف من وجهة نظرك إيه أسباب تراجع الفرق الكاميرونية؟ وأنا أرجع دوت إن لعيبه المنتخب الكاميروني معظمهم محترفين في انديه تانية في اوروبا وفي اسيا، هم ما بيلعبوش في انديه الكاميرون، هم معظمهم محترفين بره، فعشان كده لو تلاحظ ان لعيبه المنتخب كلهم بيبقوا في انديه تانية خارج الكاميرون، فعشان كده مستوى الفرق الكاميروني السنه دي متراجع تماما عن السنين اللي فاتت. بعض بيقول ان عدم تواجد الفرق التونسيه مسهل شويه من البطوله، انت مع الراي ده؟ اكيد طبعا، فرقه تونس فرقه محترم جدا طول عمرها بتنافس معانا على في نهائي البطولات سواء انديه او منتخبات، لا اكيد مؤثره طبعا على مستوى البطوله، لكن البطوله مستوى فنيا كبير برضو، وبطوله صعبه اكيد على كل زي ما قلت لك دلوقتي من بدايه من دور الثمانيه لا هتلاقي مستوى تاني خالص من البطوله ان شاء الله. في ان شاء الله. شكرا كابتن حسين. كابتن هيثم، ده كان لقاءنا مع احد نجوم فريق طلع الجيش كابتن محمد حسيني بعد فوزهم على فريق ولايتا ديتشا الاثيوبي بنتيجه 3-0. خليني اقول لك ان خلاص يعني اقل من ساعه الا ربع هتنطلق مباراه الاهلي ان شاء الله مع فريق ريد سكين البتسواني او لوسوتو، طبعا من بلد لوسوتو، واكيد الاجواء يعني خليني اقول لك ان متواجد بعض او عدد من جمهور النادي الاهلي، لسه العدد مش كبير قوي لكن الواضح ان هم النهارده هيكونوا مؤازرين بشكل كبير كالعاده للنادي الاهلي في مختلف اللعبات، واكيد بيبقى لهم دور كبير جدا لفوز النادي الاهلي في اي لعبه. ان شاء الله نتمنى ان العدد النهارده يزيد عن المباريات السابقه وعن الايام السابقه مع بدايه البطوله، ونتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. يا كابتن هيثم، لو عندك اي استفسار قبل ما ارجع لك تاني اتفضل، انا معاك. لا شكرا جزيلا يا امير، يعني هنتناول المباراه بالتحليل طبعا، زميلنا امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا، هنتناول مباراه